انجي لما جالك الفيلم شفتيه ازاي؟ وانا وانجي واحنا بنتكلم في ممكن تشوفه بنظره المشاهد العادي وممكن تشوفه بنظره الام، يعني انت في حاجات ممكن يعني كأم تتخض يعني ويا نهار هو في كده؟ هو ده بجد؟ هو هو شفتيه ازاي؟ المضحك ان انا لما قريته هو قلت يا نهار ابيض، هو احنا هنوري ده؟ انا عارفه ان في كده، يعني انا عارفه انا شفت ده، بس احنا هنطلع نتكلم عليه بالصراحه دي؟ ايه الجراه دي؟ هي دي كانت الصدمه، انه انا عارفه ان في ده لكن احنا هنوريه بقى؟ يعني هنفضح الدنيا كده. انا بالنسبه لي انه يعني طب خلاص، يعني يمكن ده بيحصل بس ما حدش واخد، يعني خلاص هنقول يعني ايه حفظي؟ ايه حفظي في ايه؟ يعني ده اللي كان بس بعد يعني مع يعني انا قريت تاني، انا قريته كذا مره لانه كمان تعدل وكان في درافتس كتير، تعدل كتير. ويمكن اول مكالمه ليا مع صقر بعد اول قرايه الاول درافت قلت له ايه هيحصل ازاي كده بقى؟ يعني انا بتهيألي طبعا زي ما قلت في البدايه، هو الصدمه في رايي بالدرجه الاساسيه انه في طبقه واحده اللي هي الطبقه الغنيه اللي في الفيلم، مش قادرة اشوفها طبقة، قادرة اشوفها شريحة من الشريحة طبقة. يعني عشان برضو نبقى واحد عندنا دقة، اتنين الناس ما يحصلش عندها لبس. معك حق. يعني هقول لحضرتك على حاجة، مش كل الأغنياء عندهم مشكلة في القيم والمبادئ بطبيعة الحال، ده مش حقيقي قطعا، انما ممكن يبقى في شريحة، خلينا نقول الشريحة ذات الأموال السهلة بلا مسؤولية، ممكن يبقى عندهم خلل في القيم قطعا. إنما ما أقدرش أقول إن الأغنياء عندهم خلل قطعا. يعني أنا بس بحط الأمور في مكانها عشان ده دوري للأسف، يعني لا طبعا، إنه اللي بيتفرج على حاجة مش لازم يخلط، مش لازم يبقى فيه خلل. فأنت بتتكلم على شريحة مختلط ما بينها فكرة الأموال الطائلة ولا مسؤولية، وشريحة قررت من أول لحظة أو من فترة طويلة إن هي تعيش في بابل، تعيش في فقاعة، حياة مقفولة، تعيش نمط حياة بقى دايما ليه أسوار وليه جدران محدش بيعديها من بره الطبقة. فبالتالي طبيعي إن الجمهور لما هيتفرج على تفاصيل من حياتهم طبعا لازم هيتخض، بس الحقيقة ما كناش واقفين قوي عند عامل المفاجأة قد إيه الناس هتتخض، على قد ما إنه في قصة سينمائية بين إيدينا واضح إن هي عندها درجة من الإثارة على الأقل بالنسبة لنا، عايزين نحكيها. إحنا يمكن مشيت العادة إنه نسمي الفكرة طبقات، وشكرا جدا لفكرة إنه شريحة، وبالعكس الأدق من فكرة الشريحة، إحنا نتعامل مع نماذج. نموذج عليك. نماذج من شريحة، نماذج طبعا. إنسانية نماذج إنسانية. دلوقتي في العمل الفني أنت بإمكانك تختار نموذج كويس وتكمل معاه حكايتك وتبني حكايتك عليه، وممكن تختار نموذج سيء وتبني حكايتك صحيح. عليه صحيح. الفرضية دي يعني ما فيش نقاش بالفرضية الفنية، أنت افترضت. فلما بقى الموضوع احنا افترضنا النماذج دي اللي موجودة في الفيلم هي حكايتنا، فهدي فرضيتنا، ما تقدرش تيجي انت كمشاهد تقول لي ليه افترضت، لانه خليني انا اتكلم في الموضوع بطريقه اسهل. لو انت جيت تناقش حد مثلا وقلت له انا هرفض فرضيه القرد اللي قد العماره، انت هتهد فيلم كينج كونج. فيعني مش هتناقشه، هتقول له ماشي طب اقنعني، اديني بالمنطق. فافترض لك جزيره فيها الكائنات الكبيره وكده، وخدها وداها على المدينه او على نيويورك، فتمام، على طلعت على امباير ستيت وخلاص تمام. فانت اشتريت الفكره، اقنعتني بالفرضيه، مش هحاسبك على فرضيه. فاحنا فرضيه الفيلم انه احنا قدام النماذج دي في الطبقات اللي سواء فوق في النص وتحت، فهو ده راس السنه على النماذج دي بحكاياتهم، بالتقاطعات بتاعتهم، ما وراء كل نموذج، الفكرة وراء كل نموذج مطروح.